بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قولوا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ما المراد بالسماء الدنيا؟ لماذا وصفت بالدنيا؟ لقربها، ها؟ طيب، هذا واحد. ثاني؟ ثاني لأنها أقل من السماوات الأخرى بالقوة والأسماء. صحيح، والسعة. إن كلما اتسعت الدائرة صار أعظم. طيب، كيف يقال زينا السماء الدنيا ونحن قد قررنا بأن النجوم في فلك بين السماء والأرض؟ قلنا زين شيء بشيء ليس منه. أين منفصل عنه؟ أتضرب لنا مثلا؟ كالوصف مثلا زين المدخل، الوصف يكون مدخل ليس من الوصف. أي يعني زي مثل الثريات وما أشبهها مع أنها منفصلة عنها. طيب، قوله بزينة الكواكب فيها قراءتان، يعني بالإضافة وبالتنوين. على قراءة الإضافة يعني بالزينة التي تحدثها الكواكب، وعلى قراءة التنوين البيان، يعني معناها بزينة مجمل. ما هذه الزينة؟ بينها بقوله الكواكب، يعني إذا جاء الشيء مجملا ثم جاء مفصلا أو مبينا فإنه أبلغ، لأنه إذا ورد على النفس مجملا صارت النفس تتطلب بيان هذا المجمل، فيرجع على نفس متطلعة للبيان، فيكون ذلك أبلغ وأرسخ في القلب.